الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا بلقائك اليوم مناسبة افتتاح المؤتمر السادس للحزب الاتحاد الدستوري. سعيد جدا برؤية بعض الوجوه اللي طالت اللقاء بهم منذ بعض المرات سنوات، لأن كنشوف الناس اللي جاوا جميع أنحاء المملكة، جميع الأقاليم، واللي تحملوا العبء ديال السفر باش يحضروا في هذه المحطة السياسية الديمقراطية اللي كنفتخروا حنا كاتحاد دستوري أننا مواصلين المسيرة اللي بداوها القدماء ديال الاتحاد الدستوري. وأنا أمامي الشريف العلوي المؤسسين ديال حزب الاتحاد الدستوري، ولا بد ما نذكروا جميعا القيم والمبادئ اللي كان كيحملها المؤسس ديال هذه الهيئة السياسية المرحوم المعطي بو عبيد، اللي احنا دائما كيبان لنا أمام أعيننا بالقيم وبالوطنية الصادقة وبالإخلاص للمبادئ والقيم. فهذا المؤتمر اللي كنعقدوه اليوم، من المفروض كنا نديروا المؤتمر ديالنا السادس يمكن هذه 3 سنين، الأجل القانونية كانت انتهت في 2019. بالأسف ما تمكناش باش نديروا المؤتمر ديالنا في الوقت ديالو لأسباب متعددة، وبالخصوص الجائحة اللي جات في ديك الفترة واللي عطرت جميع الاجتماعات وجميع اللقاءات، ماشي غير في المؤسسة ديالنا، في جميع المؤسسات. فالحمد لله أن هذه الفترة تجاوزناها، وخا التأثيرات والتبعيات ديالها مازال موجودة. جاوزنا هذه الفترة ديال الجائحة الصحية بفضل المجهودات ديال الجميع، وبفضل توجيهات سامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، اللي كانت عنده الشجاعة باش ياخذ القرارات اللازمة الاستباقية الاستعجالية في الوقت المناسب. وعدة قرارات اللي نبثقت من الإرادة المولوية السامية مكنتنا باش نتجاوزوا هاد الجائحة في ظروف جيدة. لابد كذلك ما نشيروا أن الجائحة كانت محنة ماشي غير المغرب، كانت محنة للجميع. وهذه الجائحة برزت أننا لابد ما نديروا مراجعة ديال المفاهيم ديالنا وديال المقاييس ديالنا باش نتجاوزوا الإخفاقات والصعوبات والاختلالات اللي لاحظناها أثناء الجائحة، واللي تبانت في عدة قطاعات وفي عدة مؤسسات. هذه الجائحة بينت شنو هما النواقص ديالنا، ولكن بينت في نفس الوقت على القدرات الهائلة ديال المملكة تحت القيادة ديال صاحب الجلالة نصره الله باش نتجاوزوا هاد الصعوبات وباش نتغلبوا على هذيك الظروف اللي كانت قاسية للجميع. في الحقيقة كنعتزوا وكنفتخروا بداك الشيء اللي داروا المغرب في ديك الفترة، كان القرارات اللي كانت تخلق واحد العدد ديال الأدوات اللي مكنت المواكبة ديال فئات متعددة ديال المواطنين
في ديك الظروف الصعبة، وخدينا قرارات ووصلنا بعض المرات الدعم للناس اللي محتاجين به في ظروف استثنائية، وما كناش كنتوقعوا أننا غادي يمكننا نديروا هذيك الإجراءات بهذيك السرعة بهذيك الإفكاسيتي بهذيك الفعالية اللي الجميع كيلاحظها والجميع كيفتخر بها. فاحنا كنعتزوا وكنفتخروا ببلادنا وكنفتخروا بما ينجز في بلادنا تحت القيادة السامية يا صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله. هاد احنا في اثناء الجائحه، مازال ما خرجناش من الجائحه، اندلعت واحد الحرب خطيره قريبه منا في اوروبا، الحرب اللي اندلعت في اوكرانيا واللي زعزعت التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول، والأثار والتبعيات ديال هذه الأزمة مازال كنعيشوها بالأسف اليوم. هذا الشيء اللي كنشوفوه في الغلاء اللي كاين، في ارتفاع الأسعار، في الارتفاع الأسعار ديال المواد بجميع أنواعها، هاد النسبة ديال التضخم اللي كنعيشوه في بلادنا وكنلاحظوه كذلك في جميع البلدان الاخرى ما عندوش مسبوق. ما عمرنا في هذه العقود الثلاثة الأخيرة وصلنا لهذه النسب ديال التضخم اللي وصلها العالم اليوم بسبب تداعيات هذه الأزمة اللي منبثقة على الحرب القائمة لحد الآن في أوكرانيا. فهذه الأزمات كلها وهذه الصعوبات اللي كنواجهوها وهذه التحديات اللي أمامنا باش نتغلبوا على هذه المشاكل كتطلب منا جميعا تعبئة ديال جميع المؤسسات، تعبئة ديال المؤسسات السياسية، تعبئة ديال المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية باش نكونوا وراء صاحب الجلالة نصره الله ونساهموا في تسريع الوتيرة ديال إنجاز المشاريع والأوراش الكبرى اللي طلقها صاحب الجلالة نصره الله. هذه الأوراش الكبرى ضخمة كبيرة كتطلب المساهمة ديال الجميع. بغيت نذكر بعض الأوراش اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة بحال الورش ديال النموذج التنموي اللي قبل من البداية ديال الجائحة، وهذا الورش مفتوح واجتمعت اللجنة واشتغلت، والهدف من هذا الورش ديال النموذج التنموي هو إعادة النظر وإعادة الهيكلة في المخططات التنموية ديال بلادنا. هذه المخططات اللي دارت بعض المرات سنوات قبل لابد من تحيينها ومن إعادة النظر فيها باش تواكب اليوم الانتظارات والإشكاليات اللي كنعيشوها في ظل هذه الأزمات كلها اللي كاينة. ورش ديال الحماية الاجتماعية، احنا كنعتزوا وكنفتخروا أننا فتحنا هذا الورش وكنتمناو أنه يوصل للأهداف ديالو في أقرب الظروف باش يمكننا نوفروا الفئات متعددة واحد النمط ديال العيش الكريم لفئات اللي محتاجة لهذه المواكبة ومحتاجة لهذه التغطية الصحية باش كنا نكونوا مرتاحين بهذه الظروف اللي غادي يمكنها هذا الورش لفئات متعددة ديال المواطنين المغاربة.
بغيت نذكر كذلك الأوراش الأخرى الكبرى، أوراش إعادة النظر في المنظومة التعليمية والمنظومة التكوينية ديالنا، باش نديرو نعطيو الحصانة للأجيال المقبلة. بغيت كذلك نذكر أوراش متعددة اللي هي مفتوحة، من بين الأوراش كذلك المهمة والأساسية اللي أعلن عليها صاحب الجلالة هو الورش ديال المناصفة، ورش ديال إعطاء المرأة جميع الحقوق ديالها وجميع الأساسية ديالها باش تلعب الدور ديالها الكامل داخل المجتمع. هذه كلها أوراش اللي هي مفتوحة واللي كتطلب للخيرات ديال الجميع، ماشي الخيرات ديال الناس اللي في الأغلبية ولا الناس اللي في المعارضة، كتطلب واحد تعبئة شاملة ديال جميع الطاقات متواجدة داخل المملكة. فهاد الأوراش كلها لابد ما نذكره. كذلك الورش ديال الأوراش المفتوحة كذلك في الأقاليم الجنوبية ديالنا، لابد ما نعتز ما أنجز وما يحقق في الأقاليم الجنوبية ديالنا من مشاريع ضخمة، من استثمارات كبيرة، من إنجازات كبيرة، من موانئ، من طرق، من استثمارات ضخمة. ولابد كذلك ما نشيد بهذه المناسبة الإخوان ديالنا ديال المناطق الجنوبية اللي كيساهموا في هذه الديناميكية التنموية اللي كتعيشها المناطق الجنوبية ديالنا. هذه الديناميكية اللي كتعرفها المناطق الجنوبية ديالنا، هذه الجاذبية اللي أصبحت اليوم هذه المناطق الجنوبية ديالنا، هي اللي خلقت وساهمت كذلك باش نشوفوا مستثمرين أجانب يجيو المناطق، باش نشوفوا اليوم هذا التزايد ديال الإقبال على المشاريع الكبرى في هذه المناطق ديالنا، وباش نشوفوا كذلك افتتاح عدة قنصليات لا في الداخلة ولا في العيون. هذا شنو؟ هذا نتيجة ديال هذه الديناميكية الكبرى اللي كتعيشها الأقاليم الجنوبية ديالنا، وحنا كنعتزوا بها وكنعتزوا بالسياسة وبالدبلوماسية الملكية القوية اللي خلات أن هذه الديناميكية تستمر، وخلات بلادنا تحقق انتصارات بعد انتصارات ونجاحات بعد نجاحات. فهذه مفخرة لبلادنا، مفخرة لنا أننا عندنا ملك عنده رؤية استراتيجية وعنده ضوابط اللي كتخلي بلادنا تجاوز جميع الصعوبات اللي كنلاقيوها. بغيت كذلك نشير أن هذا المؤتمر ديالنا كي ينعقد اليوم بفضل المجهودات ديال الجميع، وبغيت نوه بجميع الإخوان والأخوات اللي ساهموا في هذا اللقاء اليوم. بغيت نوه باللجنة التحضيرية بجميع أعضائها ونشكرهم على المجهودات اللي قاموا بها باش يكون عندنا اليوم هذا الجمع المبارك اللي فيه الناس اللي جاوا من جميع الأقاليم ومن جميع الجهات ديال المملكة. بغيت كذلك نقول أن في هذا المؤتمر، هذا المؤتمر هو المؤتمر الثالث
والفترة الفاصلة ما بين المؤتمر الخامس والمؤتمر السادس عرفت تطورات ضخمة على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. والحزب ديالنا كان والحمد لله متواجد بقوة في هذه الفترة اللي دازت. ونذكروا أننا في هذه الفترة الحزب ديالنا دخل الجهاز التنفيذي، دخل الحكومة على ضوء الحكومات اللي تكونت في 2017، وأننا ساهمنا بقدراتنا وبكفاءاتنا وبمناضلنا في بلورة واحد العدد ديال المشاريع الكبرى اللي كنعتز أننا ساهمنا فيها. بغيت كذلك نشير أن في هذه الفترة دوزنا انتخابات جماعية في 2015، انتخابات تشريعية في 2016، وأننا حصلنا على نتائج مشرفة نظراً للظروف اللي كانت آنذاك، الضغوطات السياسية اللي كانت، الضغوطات جميع الأنواع اللي كانت، ولكن الحزب ديالنا بقى محافظ على مكانته، محافظ على قيمه، محافظ على مبادئه اللي عطى الانطلاقة ديالها المرحوم المعطي وابيد. بغيت كذلك بهذه المناسبة، وأنا كنشوف بعض الوجوه اللي هي وجوه مناضلة داخل مؤسسات المنتخبة، وجوه ديال البرلمان بشقيه، الغرفة الأولى والغرفة ديال الغرفة الثانية ديال مجلس المستشارين، وكنعتزوا وكنفتخروا بالعمل اللي كيقوموا به هاد الجنود اللي هما داخل المؤسسات الشرعية، وكنعتزوا بالإشعاع ديال الفريق ديالنا، ديال الفريقين ديالنا، كنعتزوا بهذا الاحترام اللي كينالوه الإخوان ديالنا لا في مجلس المستشارين ولا في مجلس النواب. وكنشوف سعيد تما كيقول لي إياه، فعلا عندنا فريق متكامل متوازن يشتغل بجدية برئيسه وأعضائه وجميع طاقات ديالو. فهذا مفخرة لنا أننا نسمع اليوم من جوانب مختلفة أن فريقنا فريق ثابت، فريق وازن، فريق عنده مصداقية، فريق عنده جدية. والفضل ديال هاد الإخوان كلهم اللي كيرفعوا الشعار ديال حزب الاتحاد الدستوري. الإخوان والأخوات، ما ننساوش الإخوان والأخوات. بغيت كذلك نوه بالعمل الجاد الكبير اللي كيقوموا به المناضلين ديالنا والمنتخبين ديالنا على جميع المستويات، في الجماعات، في المجالس الإقليمية، في المجالس الجهوية، في المقاطعات، واللي كيأديو الواجب ديالهم دائما واحد المفهوم ديال خدمة المواطن. وهذه هي الشعارات الكبرى ديال حزب الاتحاد الدستوري، وهذا هو اللي كيميز المنتخبين ديال حزب الاتحاد الدستوري. بغيت كذلك
نقول أن هذا المؤتمر كين عقد بالنسبة لي أنا شخصيا في واحد فترة استثنائية وخاصة. أنا انخرطت في حزب الاتحاد الدستوري في سنة 93، يعني ما يقارب 30 سنة ديال النضال داخل حزب الاتحاد الدستوري. وهذه كانت مناسبة بالنسبة لي أنني تربيت على هذه القيم وعلى هذه المبادئ اللي كان دائما كيحملها الاتحاد الدستوري والمؤسسين ديال حزب الاتحاد الدستوري. وكان عندي شرف عظيم أنني اشتغلت في مسؤوليات متعددة. اشتغلت كبرلماني ديال تارودانت لأربع ولايات، وأنا داخل قبيلة وأنا كنشوف بعد الإخوان ديال المنطقة ديال تارودانت، وكنتأثر برؤياهم اليوم، كنشوف وكنتذكر الفرصة الكبيرة اللي عطوها لي باش نكون في خدمة هذيك المناطق وفي خدمة هذوك الجبال وهذيك المناطق النائية. وكنشكرهم مرة أخرى على الثقة اللي داروا فيا. بغيت كذلك ندوز للمرحلة الثانية في هذا المسار السياسي ديالي اللي كانت هي الفترة المتعلقة بتدبير شأن مدينة بحال مدينة دار البيضاء. وهنا كذلك أمامي وجوه اللي عندي معها ذكريات طويلة واللي عندي تقاسمت معها نضالات كبيرة من أجل الإنجاز، من أجل التطور، من أجل البناء، ماشي أجل شي حاجة أخرى. وهذا الوجود اللي هي متواجدة اليوم على رأسها سي محمد شودار اللي كان من المواكبين لهذه المسيرة التنموية اللي عشناها في مدينة الدار البيضاء. كنظن المرحلة الثالثة يمكن كانت هي الأمانة العامة ديال الاتحاد الدستوري. وبكل صراحة كان عندي الشرف أنني نشتغل مع جميع الأقاليم ونشتغل مع جميع المناطق ومع جميع الجهات في مناسبات متعددة. وأهم المناسبات هي تهيئة الانتخابات ومواكبة المناضلين ديالنا والمنتخبين ديالنا في ديك الفترة الصعبة ديال الانتخابات. واكتشفت من خلال هذا العمل داخل الاتحاد الدستوري أن الحمد لله الاتحاد الدستوري عنده كفاءات، عنده قدرات، عنده رجال وعنده نساء اللي اليوم مازال مواصلين هذا الحمل ديال الاتحاد الدستوري وكساهمين في الإشعاع الكبير ديال حزب الاتحاد الدستوري. بغيت كذلك نقول أننا دوزنا الفترة الأخيرة ديال الانتخابات ديال 2021 وفي ظروف كذلك استثنائية سياسيا واجتماعيا، ولكن الحمد لله النتائج اللي حصلنا عليها في هذه الانتخابات الأخيرة أنا بالنسبة لي مشرفة لي ومشرفة الاتحاد الدستوري
والفضل ديال هاد النتائج كيرجع ليكم نتوما المناضلين والمناضلات والمنتخبين ديال الاتحاد التشكيلي. ما استطعنا اننا نكون فريق على مستوى مجلس النواب، وعندنا مساهمه قيمه كذلك على مستوى مجلس المستشارين، وعندنا تواجد كذلك على مستوى الجماعات في جميع الاقاليم وفي المجالس الاقليميه وفي مجموعه الجماعات كذلك عندنا حضور متميز. وكان نهني الإخوان اللي كيقوموا بهذا الواجب ديالهم داخل هذه المؤسسات. فهذا المسار كل اليوم بعد 30 سنة ديال النضال داخل الاتحاد الدستوري بالنسبة لي وصلت لواحد السقف ديال المساهمة ديالي داخل الاتحاد الدستوري. وإلا لاحظتوا أنني كنت متبع الأعمال ديال اللجنة التحضيرية، ولكن أملي هو أن يبرز من هذا المؤتمر طاقم جديد للعمل ولمواصلة العمل داخل الاتحاد الدستوري وللحفاظ على هذه السمعة وعلى هذه المكانة ديال حزبنا داخل المشهد السياسي. مرشحين الحمد لله من عيار ثقيل كاينين اليوم، وغادي يكون عندنا مناسبة باش نحسموا في الاختيار الصائب هذه العشية. وأنا شخصياً كنعود نشكركم جميعاً على هذه الفرصة اللي عطيتوني باش نخدم بلادي ونخدم وطني ونخدم ملكي. وطبعاً هذا المؤتمر لا بد ما يدير انطلاقة ديالو من هيكلة جديدة، من أطر اللي الحمد لله متوفرة عندنا باش نواصلوا هذه المسيرة التنموية والمسيرة الحزبية ديالنا، ونبقاو محافظين على الشعار ديال المرحوم معطي بوعبيد اللي هو مطبوع بالجدية وبالاستقامة وبالوطنية الجادة. وشكرا لكم.